السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله زين وكم لي رجعت بكم فيديو جديد حلقة جديدة من لعبة ببجي موبايل. اليوم عندنا هذا الطور الجديد، خلنا نشوف الجيم. والله شباب استنى دخلت على اللعبة وشفته، والله ما شايفه يطلع نص طور اسمه. اوكي يا رب ان شاء الله حلو. اي أيوة والله زين بنات. والله اقول لك انا راح تكون المنطقه يعني كيف اقول لك كيف الزون برجع بتغير بصغر. هذا بيكون اوكي. هذا كان وظايف في بش اسمه بس قبل ما تاخذون تحدثوها كانوا خلينا هاي الخريطة. اعتقد يعني سي كلاسيك اعتقد. هاش طلعت اوكي مرة زين ما في شي. اوكي شباب زي وحدي شباب اذا انزل هناك شي يصير لحد الان واس. يمكن دورة شباب استغرية دورة تطلع بالطيارة يمكن بالطيارة. شباب طبعا لاق ألف نزلوا هو حيات يا شباب. لا مو وقتكم. وعلين كيف مرة أشوف كنت والله كيف شباب الداخلين يوم
مش هشوف. لعبة فور أعتقد. يا شباب قرر هناك بس عشان هناك سيارة سيارة بطاقة يولد فهس راح اروح ذاك الجراج اخذ السيارة اروح لزون ما اروح لزون ما ادري شنو شباب إذا الجيم صار طويل راح أنشر نصه بس أوكي يعني مو زعلون ما الحياة يعني خليه ما الحياة بس إذا يعني إذا صار 16-17 ما أقدر أنشر يلا يلا دخلني وجبت معود نزلني والله كل شي ما يعرف داخل السيارة قبل ما اتعدي اريد اروح هنا شباب اروح هناك وارجع لكم اوكي شباب طبعا وصلت هنا راح ادخل زين بعدين شباب القى فد مواجهه وارجع لكم شباب طبعا متنا بسبب هذا بعد واحد من الكمبور ف اوكي شباب وصلنا فيديو سوي لايك اشترك بالقناة اذا كنتم ما مشتركين بس مع السلامة